ارقام كتيره جدا الحقيقه. خليني انقلها الى ضيفي اللي يعني بيسعدنا بوجوده معنا، دكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف. اهلا بك دكتور. طيب دكتور مصطفى، يعني خليني ابدا مع حضرتك من انا عارف ان احنا اتناقشنا من كذا يوم في موضوع الدولار والتحذير وتخويف الناس، لكن المرة دي مستشار وزير التموين بيحذر الناس من ناحية اقتصادية. لو معاك فلوس ما تروحش تشتري بيها ذهب، لانه ما فيش احسن من الشهادات ام 27%. الكلام ده صح اقتصاديا ولا غلط؟ لا، الكلام ده خطأ تماما. لان الفايدة اللي الحكومة بتطرحها للناس 27% اقل من معدل التضخم، ومعنى كده ان اي مواطن هيودع فلوسه في الشهادات الادخاريه سيحقق خسائر طافيه، على حين ان اسعار الذهب لو انت رجعت من خلال سنه هتلاقي السعر الضاعف تقريبا مره او مرتين. فمعنى ذلك ان اي حد اشترى ذهب حقق مكاسب صافيه على الاقل 100%، انما الشهادات هتديك 27%، فضلا عن ان الشهادات ربا ولها اثار سلبيه كبيره جدا على الاقتصاد. لكن حقيقه هذه النصيحه خطا، والذهب هو افضل شيء الان كوعاء ادخاري في مصر الان. ليه الحكومه ممكن تلجا لنصائح زي دي يا دكتور؟ يعني فكره الدولار لو عندك في البيت هنقبض عليك، والذهب ما تحطش فلوسك ذهب، لا اتهلنا في البنوك احسن. لان الحكومه في ازمه شديده جدا للغايه الان بعدم توفر الدولار وعدم توفر ايضا الذهب. الحكومه هي من تجمع الذهب الان من الاسواق، والحكومه هي من ترفع اسعار الذهب الان من الاسواق. ولذلك الحكومة عاكسة للأسف عن السيطرة على الأسواق بتوفير البدائل سواء من الدولار أو الذهب، ولذلك تنصح الناس بالبعد عن التضخم الذهب. طيب النقطة الثانية دكتور الحقيقة، وبدأت ناس كتير قوي تتكلم فيها ومحتاجة شرح من حضرتك، يعني إيه دولارة الاقتصاد؟ يعني إيه الدولة تحاول إنها تخلي معاملات كتيرة قوي بالدولار، وده انعكاساته إيه؟ يعني سلبية ولا إيجابية؟ انعكاسات سلبيه جدا للغايه، ان كل المواطنين في مصر بما فيهم الدوله تبدا تقيم الاسعار كلها بالدولار. عايز تشتري شقه، انا بقيمها بالدولار وببيعها بالجنيه، او ببيع السياره بالدولار اذا دفعت حقها بالدولار هجيبها لك. كل هذه للاسف الشديد ستضغط جدا على الدولار، وهتزود في الطلب على الدولار، وسترفع اسعار الدولار، وسينهار الجنيه المصري، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار في المصر. ففكرة الدولارة فكرة للأسف الشديد الحكومة الآن بتعملها، وهي مضطرة مش بإيديها أصلا تفعل ذلك. طيب أنا هفكر بطريقة فيها نظرية مؤامرة شوية. لو الحكومة عايزة تلم الدولارات وحذرت الناس اللي معاه دولار هيتحبس لو شايله ببيته، وبدأت تعمل معاملات في مؤسسات حكومية أو في أي حاجة أخرى بالدولار، وجي واحد هيشتري شقة فرايح معاه 20 ولا 30 ألف دولار، هو مش ده ممكن يكون كمين؟ يعني الحكومة ممكن تقبض عليه أصلا وتاخد الدولارات تصادرها وتحبسه؟ لا 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 لا، لا مش هيبقى كمين ولا شيء، بس الحكومة نفسها في أي دولار يدخل للسوق بأي طريقة. لكن الأزمة أكبر مما تتخيل يا دكتور أسامة. الآن رفع دين الخليج والمؤسسات الدولية عن مصر وضع الاقتصاد كله في مأزق الآن. مصر كلها الآن أصبحت في مأزق يا دكتور أسامة لعدم وجود الدولار أصلا. نحن أصبحنا في مأزق شديد جدا، وكله أثر سلبية في شديدة الخطورة على مصر والاقتصاد المصري والمصريين. هل قرض جديد من صندوق النقد ممكن يكون هو الحل السحري؟ لن ينفع، لأن أنت بتحتاج على الأقل 25 مليار دولار، والقرض المطروح رفعوه إلى 10 مليار دولار، فلن يجدي ولن يثمن من جوه. طيب دكتور، يعني سؤالي الأخير، هل عند حضرتك روشتة اقتصادية لو أنك وزير المالية في مصر أو المسؤول عن الاقتصاد في مصر في الأوضاع الحالية، هل هناك روشتة اقتصادية واضحة لإنقاذ مصر من أزمة الدولار؟ والله في روشتة يا دكتور أسامة، بس محتاجة وقت كبير جدا تفصيلها، محتاج وقت كبير. يعني أنا رأيي أنك تخصص حلقة غدا، وممكن إن شاء الله أكون مع حضرتك وأحط لحضرتك تصورات للحل. لكن في روشتة طبعا محطوطة، وأنا الحقيقة عرضتها في أكثر من برنامج، لكن انا ممكن اطرحها مع حضرتك تفصيليا، هتاخذ وقت طويل الحقيقه. تنورنا وتشرفنا دكتور مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الهاتف.